ورجعنا لكم تاني ومعانا يعني اكتر حد دلوقتي يا جماعه كلنا هنحبه، يعني اكتر حد دلوقتي هينفعنا. احنا خارجين من العيد بقى وايه على الله حكايتنا، كلنا معانا خبيره التغذيه العلاجيه استاذه مها عطوه. اهلا اهلا. اهلا بيكي يا حبيبتي. عامله ايه؟ وكل سنه وانت طيبه. طبعا كلنا في العيد بقى دلوقتي اكلتي فته اكلت كل حاجه. انا بصي كميه مسجات يا ساره اكلنا الفته عايزين نلحق نفسنا، طب نعمل ايه، طب نسوي ايه. اكلتي الفته؟ انا اكلت الفته وكلت ممبار وكلت رقاق، انا مفيش حاجه ما اكلتهاش. وايه ما شاء الله العزايم ورا بعض، مش عارفه في العيد ده كان فيه ايه بصراحه. أيوة صح. واللي سافر واللي كل وحلويات. شايفاني بقى انا لسه الحمد لله حلوه اهو ما شاء الله. ما شاء الله. طبعا ما شاء الله. اللهم بارك يا حبيبتي، ربنا يحفظك يا رب. احنا بقى يعني ما انت علشان انت مظبطه نفسك واخده احتياطاتك. مظبطه نفسي بس انا بقول لك انا ماشيه بحاجه كده لوحدي عشان يعني في ناس كل واحد على حسب وزنه برده. يعني لو زايده 2 3 كيلو بلحق نفسي على طول، ما بسيبش نفسي ان انا اقعد ازيد، باخد بالي حتى من قبل ما اوزن نفسي. لقيت الـ 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 الحاجات يعني ضاقت شويه عليا فبلحق نفسي، باخد كل فتره يعني مثلا حبايه حبايتين كده لو انا شايفه ان انا هاكل كتير او داخله على عزايم او في اكل ان انت مضطره، ان حد لو مش عايز تاكلي هيقول لك لا كلي لازم تاكلي، وانت عارفه طبعا في اي عزومه لازم يقول لك كلي كلنا عارفين. فاحنا خارجين من العيد الكبير، العيد الكبير هو نفسه بيتكلم عن نفسه، فته ودوني ومشويات، وما تعرفيش المشويات قدامك تلاقي نفسك بتروحي ناحيه الحاجات التانيه. وكله بقى بالسمنه ورقاق وشوربه ولحمه محمره وكله في الزيت، ونظام بقى ايه اللي هيستخدم سمنه وزيت اكتر هو اللي هيكسب. ايوه ولا هيكسب. على فكره اكلنا بالسمنه وكلنا بالزيت، ما انت طول ما انت بتاخدي حاجه بتنزل لك الدهون دي ما تقلقيش. طول ما انت داخله اي عزومه وحاسه ان في اكل كتير ومش هتقدري، يعني حتى لو ما باكلش كتير وعايزه ان انا يعني حاسه ان انا هاكل كتير، انا لازم على فكره كلنا ماشيين بعوامل مساعده. انا ما يعني فيش حد يتخيل، في ناس بتبقى عندها مشكله كده او عندها الحرق سريع قوي، مش كلنا عندنا كده على فكره. احنا بنتخن وممكن في يوم بصراحة واحد هم عندهم الحرق سريع ولا هم بياكلوا في نفسهم. انا بسمع ان هم مثلا بياكلوا في نفسهم. لا، في ناس مثلا بيبقى عندها اصلا نشاط في الغده، في ناس عندها الحرق سريع قوي او يعني مهما بتاكل. إيه؟ انا كنت قاعده مع ناس من فتره، ففي واحده ما شاء الله الله اكبر عليها، يعني كانت معديه، احنا عارفينها كلنا بتاكل جدا ما شاء الله، وكانوا يعني بياكلوا تمام. فهم بيقولوا لي بقى البنات ان هي بتخس كده طول الوقت عشان هي بتاكل في نفسها، فدي اشاعات يعني، هم بيغيروا منها فبيقولوا كده. قالوا لي من كتر ما بتاكل في نفسها يا ساره. لا، في ناس عندها الحرق فعلا سريع. يعني انا لو عندي في ناس مهما تاكل بيبقى عندها يعني الحرق عندها سريع، يعني مش بتاكل في نفسها ده الحرق. ومش كل الناس على فكره اللي وزنها حلو بتبقى اصلا يعني عندها الحرق تمام. معظمنا محتاج لعوامل مساعده. انا طول عمري بفضل اول ما يعني ازيد 2 3 كيلو لازم اخد حاجه تساعدني. أيوة. فعشان كده بالنسبه لنا احنا انا من ساعه ما يعني الكورس ده بقى معايا فانا تمام. يعني اي اول ما ازيد 2 3 كيلو الحق نفسي بقى باخد بقى العلبه دي. لو بقى وصلت لا قدر الله لل 20 وال 25 كيلو هبتدي ادخل بقى في الكورسات الثانيه. فطبعا احنا يعني كالعاده ولسه معانا عروض، وعايزه اقول لك برده على الكورس بتاعنا. الكورس بتاعنا فيه ايه شيف ساره؟ حاجه بتسد معانا الشهيه من 6 ل 8 ساعات معانا. يعني انت قولي لي ان كورس النهارده هو المنقذ. هو المنقذ لو انا بالنسبه للعك، يعني سوري في اللفظ، للعك العك في العين طبعا. واحنا كمان في الصيف انت عارفه يعني خلصنا من رمضان ومن الشتاء وكل دي دهون. احنا محتاجين حاجه تقفل بقنا. معايا حاجه بتقفل بقي، معايا حاجه بتزود حرقي. يا جماعه انا حاسه ان في تدبير كوني عشان الدنيا في حاجه غلط. احنا طلعنا بصي من الشتاء، والشتاء يا جماعه عشان نتدفى شويه شعير بلبن، شويه بليله بلبن، حته كيكه سخنه، فاهمين انت؟ حله محشي، المحشي ده قلت طيب في الشتاء يعني. ايوه شويه توتر وضغط بيخلينا ناكل اكتر. توتر وضغط احنا هنضحك على بقى، ولا توتر هو بيدفي، هو المحشي في الشتاء بيدفي. لا انا بتكلم طول ما احنا يعني الحياه سريعه، بحيث الناس بقت تاكل اكتر من زمان، احنا طلعنا من الشتاء اكتر. وانا كنت داخله الشتاء وشايفه ان انا يعني ايه غزال هولندا مثلا، تمام جدا، بس طبعا الهدوم الشتوي كانت مداريه. طلعنا من الشتاء على رمضان، والكنافه والكلاش والبسبوسه. طلعنا من رمضان علي نسكت؟ لا نخش على ايدي الكبير. لا، في يا جماعه مؤامره كونيه هنا، في مؤامره كونيه. طلعنا من ايدي الكبير بقى. انا حاسه يعني واحده كارتي بتقول لي ايه صار، انا بقى عندي مشكله في التنفس لان الاكل وصل لحد هنا، وبعدين ما بنحرقش، فاهماني؟ تقولي ساره انا طول الوقت بشتغل في البيت. حبيبتي ما هو شغل البيت ده مش شغل. فالنهارده بقى ايوه حركه محدوده في حدود طبعا. انا جايبه لك الحل وهبسطك يا ساره وهبسط كل الناس اللي بتتفرج علينا، يعني كل المشاهدين دلوقتي هيتبسطوا. ليه بقى؟ قولي انت ليه قلتي لي انا هبسطك وهبسط كل اللي بيتفرج علينا؟ هبسطك لان احنا جايبين عروض، وقبل العروض دي احنا معانا الحل لكل حاجه.
حلو ده. يعني الناس اللي عايزه تحرق معانا الحرق، يعني زي ما قلتي صاحبتك اللي بتحرك في البيت دي محتاجه ان هي تتحرك، فبناخد ايه العلبه الحمراء دي هي اللي بديل الجيم وبديل الحركه، ولما بناكل حاجه فيها دهون بتنزل لي الدهون وبتقلل لي عدد الخلايا الدهنيه. فالناس اللي مشكلتها في الحركه بتاخد العلبه الحمراء دي. الناس اللي عندها مشكله في الشهيه او عايز تنزل من 10 ل 5 من اول 4 5 كيلو لحد 10 15 كيلو بتاخد العلبه البيضاء دي بتسد معاها الشهيه وبتنزلها في شهر واحد من 10 15 كيلو. في كمان معانا بعد ما بنوصل للوزن المثالي، معظم الناس بتعاني ان هي بترجع تاني الوزن اللي نزلته كله، فالعلبه دي بجد بتخليني ما ارجعش اي وزن انا نزلته، يعني انا نزلت الوزن الوزن معايا بيثبت. تمام. فعاملين انا ما خدتش الخضره دي قبل كده. الخضره يبقى انت ما خدتيش الثلاث شهور. لا ما خدتش الخضره، هم بيبعتوا لي الحاجه فانا باخدها. هم انا اخدت الابيض والحمراء، يوم باخد البيضة ويوم ويوم الحمراء. يبقى ده انت خدتي كده كورس لشهرين. ايه ده، هم بيضحكوا عليكي؟ لا مش بيضحكوا عليكي، قالوا لي ده انت كورس اصلا مش لا ثانيه، انت مش وزن كبير عشان يدوكي الثلاث شهور. الثلاث شهور ده بينزل من 30 ل 35 والله. حلو ده. ايوه يعني انت مش وزن كبير، ده الثلاث شهور ده عاملينه الناس اللي محتاجه عمليات. انت ما شاء الله وزنك تمام، يعني هو فده حلو جدا معاكي كورس يعني الشهرين. يعني انا هم بعتوا لي، هم دلوقتي انا عايز اعرف، انا دلوقتي باخد الكبسوله البيضاء والكبسوله الحمراء، ده اسمه ايه؟ ده كورس الشهرين. كورس الشهرين اللي اتبعت ده باخد يوم البيضاء وباخد يوم الحمراء. تمام. طب انا دلوقتي عايز اخد الكورس المكثف. انا دلوقتي انا بقول لكم انا كساره بالعكس، ينفع الكورس المكثف معاكي؟ بالعكس ده هيخليكي كمان، يعني انت بدل ما هتاخدي يوم ويوم هتاخدي في اول شهر كورس العلبتين دول. لا انا محتاجه استغلك شويه. بصوا يا جماعه هنقول دلوقتي العروض كلها، انا بس محتاجه استغلك شويه. انا دلوقتي يعني كنت قاعده بره شويه في الريسبشن، فشفت كميه ريفيوهات عن الكورس المكثف. لا انا عايزه اخده، انا دلوقتي هسافر طبعا، كلنا هنسافر وخلاص، قدامي اسبوعين وهسافر، وعايزه في الاسبوعين دول انزل مثلا كساره، عايزه انزل 7 كيلو 10 كيلو. هينزلني؟ هينزلك من اول شهر 15 كيلو. ده المكثف. ده المكثف، لانك من اول شهر هتاخدي في يعني واحده قبل الفطار هتاخدي العلبه دي، وبعد الغداء هتاخدي العلبه دي. في الشهر الثاني بقى هنرجع نكرر الوان فيت اللي هي العلبه الحمراء، هنرجع ناخد دي بس بعد الفطار بس. في الشهر الثالث بقى بنكمل بالتثبيت. تمام. وكده كده بناخد كل يوم الفيتامين دي وكريم شهاده الترهلات، ده بندهنه يوم بعد يوم. هو ده اللي بيجي هديه، ده بيجي هديه. الاثنين دول بيبقوا هدايا، ده من غير من غير اي حاجه. يعني دلوقتي الكرسي المكثف معانا اللي انا ان شاء الله هاخده قريب، العلبه البيضاء واثنين من العلبه الحمراء والعلبه الخضراء، ومعانا الهديه الكريم الفيتامين دي وكريم شهاده الترهلات وفيتامين دي. ده كده الكرسي المكثف اللي هو ما شاء الله بينزل في الوزن 15 كيلو في الشهر. 15 كيلو في الشهر. ده يعني من أول شهر مش أقل من 15 كيلو. من أول شهر مش أقل من 15 كيلو. حلو قوي الكلام ده. طيب أنا دلوقتي بقى ست عادية خالص أو بنوتة وفرحي، كاتب كتابي، عندي مناسبة، فرح أخويا، فرح أختي، وعايزة أنزل مثلا 5 كيلو 10 كيلو بس، مش أكتر من كده، تنصحيني بإيه؟ بأنهي كورس؟ بكورس الشهر. كورس الشهر بينزلني أصلا من 10 15 كيلو، بس طبعا بيختلف من حد للتاني، يعني إحنا بناخد العلبة دي بس بتكفيني شهر، وبنزل وكمان بيجيني معاها فيتامين دي هدية. تمام؟ يعني كورس الشهر باخد العلبه البيضاء ومعاها الفيتامين الفيتامين دي هديه. ده غير كمان ان الناس برضو اللي بتبقى قلقانه، الكورس دايما معانا احنا التصريح طبعا بتاع وزاره الصحه المصريه، عشان في ناس بتبقى دايما اول سؤال، طب هو هيعمل لي كذا، طب هو هيتعبني، طب هو يعني ينفع مع الناس اللي هو ينفع مع كل الناس، لان معانا تصريح وكله اعشاب طبيعيه. حلو ده. وكمان معانا عروض. عرض بقى الشهر ده عرضه ايه؟ يعني كورس ده الشهر عليه 30% بيوصلني كورس الشهر وكمان معاه فيتامين دي هديه. حلو ده. تمام. حلو جميل ما شاء الله. نيجي بقى الكورس. انا دلوقتي بقى لو عايزه انزل في الوزن مثلا من 15 ل 20 كيلو. تمام. من 15 ل 20 كيلو هيبقى اللي كمان ل 25 كيلو كورس الشهرين. كورس الشهرين. كورس الشهرين باخد يعني اول شهر باخد العلبه دي لمده شهر، وتاني شهر باخد الوان فيت، يعني باخد اول حاجه الوان سليم بعد الفطار بنص ساعه، قصدي قبل الفطار بنص ساعه، وبعد كده الوان فيت تاني شهر، وبيوصلني معاه ده عليه تخفيض 40%. حلو ده. كمان معاه فيتامين دي وكريم شهاده الترهلات اللي بندهنه يوم بعد يوم. حلو قوي قوي الكلام ده. جميل. يعني لو انت عايز تخسي من 15 20 25 كيلو معاكي كورس الشهرين، وده عرضه 40% العلبه البيضاء والعلبه الحمراء، وكمان معانا فيتامين د هديه وكريم شهاده الترهلات هديه. حلو قوي. طب معايا بقى دلوقتي لو انا عايزه انزل في الوزن مثلا 30 كيلو مثلا 35 كيلو، ناخد كورس الثلاث شهور. حلو. كورس الثلاث شهور بناخد الوان فيت
اول شهر وتاني شهر الوان سليم، وبعد كده الوان فيت العلبه الحمراء، واخر شهر بنثبت بس بناخد طبعا يعني بالتبادل، اول شهرين بناخد يوم ويوم. اخر حاجه بنثبت بالوان بيرفكت اللي هي العلبه الخضراء دي، ده عليه تخفيض 50% وكمان معاه فيتامين دي وكريم شهاده الترهلات داي. حلو قوي الكلام ده، يعني لو عايز تنزلي من 30 35 كيلو معاكي عرض الثلاث شهور، العلبه البيضاء والعلبه الحمراء والعلبه الخضراء، وكمان معاها هديتين الكريم وكمان الفيتامين. طب حلو قوي الكلام ده. طب دلوقتي هسالك بقى عن الكورس المكثف اللي انا بالنسبه لي يعني بشوف انا يا جماعه حبيته من ريفيوهاته. بصوا انا كساره ما بشتريش حاجه غير لما اقرا، يعني مثلا عندك اي ابلكيشن موجود، انت داخله مثلا عشان تشتري مثلا كيس مكرونه، سكارف، خاتم مثلا، اكسسوري خاتم، فبتخشي تحت عشان تشوفي ريفيوهات الناس ايه. ده صده، لا ده جميل جدا، ده عملي، لا ده مش عملي. فانا كساره شفت كميه ريفيوهات عن الكورس المكثف لا تعد ولا تحصى، انا شايفه انه المناسب لي. انا كل ما اتكلم مع حد من الشركه يقول لي يا ساره انت خدي كورس الشهر، يا ساره انت خليكي مع كورس الشهرين، انت مش محتاجه الكورس المكثف. على فكره بس في ناس حتى لو محتاجه كورس الشهرين كانت بتاخد المكثف عشان عايز تنزل اسرع، عشان عايز انزل اسرع عشان المصيف ولبس الصيف والدنيا دي، والواحد برده خارج من العيد. انا عمري ما خدت العلبه الخضراء، فاللي انا كنت بسمعه برده عن العلبه الخضراء انها بتثبت الوزن. الوزن فبالتالي لو انت ايه، لو انا زدت في الوزن مش هرجع ازيد تاني، يعني مش احنا اول ما نبطل نرجع ما نتخنش تاني. حلو زي ما قبل كده فاكره لو جات لنا مكالمه قعدت بتقول استنيت شهرين عشان اشوف يعني اكلمكم هل هزيد تاني في الوزن، معناها كانت موقفه الكورس بقالها شهرين، وكلمتنا بعد ما لقيت ان هي ما زادتش تاني في الوزن، هي كانت واخده كورس لثلاث شهور. معانا رابع حاجه بقى الكورس المكثف اللي بيوصل فيه بقى كل ده، ده من اول شهر بننزل 15 كيلو. بناخد اول شهر العلبتين دول، واحده قبل الفطار الوان سليم، وبعد الغداء الوان فيت العلبه الحمراء دي، تمام؟ يعني في اليوم باخد كبسولتين في اليوم، واحده قبل الفطار وواحده قبل الغداء. يعني انا دلوقتي هم يوم بيدوني البيضه ويوم بيدوني الحمراء، في الكورس المكثف انت كل يوم بتاخدي الكبسولتين. ايوه في قبل الفطار البيضه والحمراء بعد الغداء. قبل الغداء الحمراء. بعد كده بقى تاني شهر بناخد الوان فيت بس لمده شهر، وتالت شهر بقى بنثبت بالعلبه الخضراء دي اللي هي الوان بيرفكت، عشان طبعا ما نرجعش نزيد في الوزن تاني. ده بقى عليه تخفيض 60% وبيوصلني معاه فيتامين دي وكريم شهاده الترهلات. طبعا التواصل بيكون عن طريق الارقام اللي ظاهره معانا على الشاشه، سواء اتصال عادي او واتساب، او عن طريق صفحاتنا على فيسبوك وان دايت ودايت لايف، صفحه مطبخ البلد، في صفحات على الانستجرام، صفحه وان سليم. كل الصفحات دي يقدروا يطلبوا من خلالها الكورس عشان ياخدوا الهدايا والعروض بتاعتنا. معانا الاربع عروض اهو النهارده. كمان المتابعه معانا، يعني اول ما باخد الكورس بيفضل الفريق الطبي يتابع معايا خطوه بخطوه لحد ما نوصل للوزن المثالي. كل ده مجانا، المتابعه من فريق طبي، متابعه مجانيه، وكمان الشحن والتوصيل لحد باب البيت هيوصلني الكورس من غير ما ادفع اي مصاريف شحن، مجانا. حلو قوي الكلام ده. طب دلوقتي انا شفت العروض الجميله دي وشفت الخصومات وعايزه اطلب الكورس ده، نتواصل عن طريق ايه؟ الارقام الموجوده على الشاشه، الاتصال العادي والواتساب، كمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف. هيجي لك الكورس لحد باب البيت مجانا، يعني الشحن مجاني والمتابعه مجانيه. طب انت يا ساره تنصحينا بايه؟ طبعا تطلبي الكورس، طبعا تشوفي المناسب ليكي. يعني مثلا دلوقتي لو واحده كل اللي عايزه تخسه 5 كيلو او 10 كيلو، لا ما يستاهلش الكورس المكثف، خليكي مع كورس الشهر. طب واحده مثلا زي عايزه اسافر وعندي مناسبات جايه كتير جدا، عندي جواز ابن خالتي وعندي خطوبه بنت خالتي وعندي بقى ليله بقى خلاص احنا الصيف والمناسبات بقى والدنيا، يبقى على طول انا كساره هتجه للكورس المكثف. ليه؟ لان بدل ما انا باخد مثلا كبسوله واحده اللي هي البيضه في يوم والحمراء في يوم، لا انا هاخد قبل الفطار البيضه وقبل الغداء الحمراء، فبالتالي هنزل في الوزن بشكل اسرع، وده اللي انا محتاجاه دلوقتي. انت عارفه انت جسمك محتاج ايه، وانت عايزه تنزلي في وقت قد ايه، براحتك بتنزلي براحتك زي الطبيعي. انا على طول بقول لك ايه، انت مش فاشونيست، انا ما قلتلكيش وصلي يعني طبعا انت كلامك صح يا استاذه مها خبيره تغذيه علاجيه، فلازم نوصل للجسم المثالي والرشاقه وحلم الرشاقه. لا يا حبيبتي انا بقول لك انا عايزاك لازم نوصل لوزن صحي صحي. انا مش فاشونيست، انا دلوقتي ست بيت وبعمل اكل وبتاع، فيعني ابقي بطايه في نفسك لكي معايا، تبصي في المرايه تلاقي نفسك بطايه حلوه كده، نفسي حلوه عليا ومظبوطه عليا. بس ما تلاقيش بقى في حاجات زياده كده، حتت زياده كده، ليه كل حته زياده من دول، كل كيلو زياده في البطن بيتقل على ظهرك، تلاقي نفسك مش قادره، ظهرك بيوجعك، تنامي تصحي تعبانه،
طول الوقت تعبانه، تقفي شويه عشان تعملي شويه اكل للولاد، تعملي شويه حاجات في البيت، لا ركبك بتوجعك، تعب رجلك بيوجعك، لان كل كيلو فيهم لازم فعلا بيزود 4 كيلو على المفصل. ما قلتلكيش خليكي للوزن المثالي. تاني حاجه، واحده بتقولي انا لازم انا 50 كيلو ولازم اخس، اتريها قصيره. مفيش حاجة اسمها ان انت نفسك تبقي 70 كيلو، مفيش حاجة اسمها ان انت نفسك تبقي 50 كيلو، انت طولك ايه؟ يعني انا قصارة طولي، انا طولي اصلا 170. تمام. انا 170 طول، اختي داليا 154 ولا 156، مش عارفة هي قصيرة كده 156. فلما انا ببقى مثلا 70 وهي 70، انا ببقى رفيعة وهي بتبقى مليانة. اكيد طبعا. لكن لما هي بتبقى 50 وانا ابقى 70 بيبقى فيه ليه الطول بيفرق. طب انا اقول لك، احنا بنشيل بس ال 100، يعني 170 ده بيبقى يعني 70 كده مظبوط. عايزه بقى تبقي فاشونيستا تمشيلي كمان 10، يعني تبقي 60، وده بقى في احلام اليقظه. يعني بص، او البنات اللي مقبلين على الحياه، لكن احنا انا بقول لك كست شوفي. بس ده الوزن الطبيعي المقبول الصحي، يعني بيبقى شكلك برضو حلو في 70 كيلو. طبعا 70 كيلو شكلك حلو، اهم حاجه انت تقفي قدام المرايه تلاقي الدنيا حلوه، نفسك حلو وانت بتتكلمي، طلع السلم مش من اول دور مش قادره وخلاص وبحتضر وروحي بتطلع، لا عادي تعرفي تلعبي مع الولاد، لو خدتيهم ورحتي النادي او رحتي معاهم اي جاردن تعرفي تجري وراهم، تعرفي يعني انا بشوف بنات بيبقوا قاعدين في زياده جامده، عامله سمنه جامده، مش عارفين يجروا ورا اولادهم ويرعوهم. طب والله العظيم كويس، اول يوم العيد كنا عند في مكان كده يعني ما، واحدة قاعدة وابنها صغير بيجري على الطريق، يا بابا يا حبيبتي قوم اجري وراه هيموت. هيموت مش فاهمة، بيجري هو قد كده بيبي تقريبا بتاع سنتين ولا حاجة، هي مش قادرة تقوم لسه فطرانين الفتة وبتاع، اللي هو انت بتعملي ايه يا ماما؟ لا لازم تبقي خفيفة شوية. طبعا كلنا حلوين، مليانة حلوة، رفيعة حلوة، طويلة حلوة، قصيرة حلوة، بيضة حلوة، سمرة حلوة، انت بجميع الأحوال حلوة، وكلنا مجتمعين على ان ربنا بيدي كل ست فينا ال 24 قرن الضحى. روحك اللي طاغي عليكي، احنا ما بنتكلمش في سكه الحلاوه، انت كده كده حلو، احنا بنتكلم في ايه الطريقه انا بتكلم فيه، انت تبقي مرتاحه. انت بتتكلمي مش بتنهجي، مش حاسه ان في حمل هنا، مش حاسه ان في حمل هنا، مش حاسه ان في حمل هنا، مش حاسه بركبك بتوجعك، لا انت تحسي ان انت فايقه. في فرق ان واحده هتخس بعيا واحده هتخس بصحه، عشان كده احنا معانا الفيتامين مع كل ده هديه من الشركه عندنا، هديه مع كل كورس، صح ولا ايه؟ صح. وغير كده احنا كمان سوري ما بن ما بن ما بنحرمش حد من اكل، يعني احنا بناكل كل حاجه. يعني باكل برضو اكل صحي عادي ومن غير ما احرم نفسي من حاجه، ما اقعدش اقول لك كلي ده وما تاكليش ده فجسمي يضعف فشعري يقع فبشرتي تبقى بهتانه، لا احنا بناكل كل الاكل الطبيعي بس بكميات هو بيخليني اتحكم او اعمل كنترول عندي في الشهيه، فبالتالي باكل كميه قليله وبنزل في الوزن، بيحرق لي الدهون. فانا عشان كده بقول ان الكورس بينزلني بطريقه صحيه. حلو قوي الكلام ده، واهم حاجه انا كست بيت واقفه بعمل رز وصينيه بطاطس مثلا وفراخ او لحمه، ما تقوليش ما تاكليش، ما تقوليش احرمي نفسك من الحاجه اللي انت واقفه تعبانه وبتعملي. اعمل لهم النهارده كشري، اعمل لهم النهارده كشري بعدس اصفر، اعمل لهم النهارده عاملين مبكبك، هل مش هناكل منها؟ هناكل منها طبعا، بس الكرسي بيعمل لك ايه؟ بيخليكي بيسد معاكي الشهيه، بيقلل معاكي الاكل. يعني لو في الطبيعي انت بتاكلي طبق مكرونه كبير هتلاقي نفسك بتاكلي 3 4 معالق، بس قلت لك قبل كده وهفضل اقول لك انا عمري ما بحب احور الكلام او الف وادور، لا انا عايزاكي تشغلي دماغك على الكبسوله، حطي طبق السلطه، طبعا خدي المكرونه اللي انت عايزاها مع السجق وحطي السلطه، السلطه قد ايه؟ كلي معلقه من هنا معلقه من هنا، هتلاقي نفسك مش قادره تكملي الطبق، شبعتي وما حرمتيش نفسك من حاجه. يلا بينا نشوف الحالات الحلوه بتاعتنا، حالات الناس كانت ايه وبقت ايه. عايزه اقول لكم ان حالات النهارده معانا كتيره قوي ما شاء الله. معانا اول حاله خسر 25 كيلو في شهرين ونص، يعني ما شاء الله كان ايه وبقى ايه، ما شاء الله، انا مش هقول غير ما شاء الله. شايفه اهي اهو الكرش اهو، او الدهون اللي عند كل وتثدي كمان عنده كل حاجه في الصوره الثانيه ما شاء الله. جسم رياضي اهو، ما فيش اي ترهلات، ما فيش اي حاجه، لان العلبه الحمراء دي اللي بتركز لي على الدهون والخلايا الدهنيه دي. حلو قوي الكلام ده، يلا بينا على الحاله الثانيه. ما شاء الله تبارك الله، خسرت 17 كيلو في شهرين، كانت ايه وبقت ايه؟ حاجه حلوه جدا، برافو برافو برافو، حلو الكلام ده. بقيت فاشونيستا الشيب. انا بتكلم على شيب الجسم، شوفي بقى ده ده اللي يعني ده عامل تكميم، يعني انت لو شفتيه تقولي ده عامل تكميم، بقى نصين ما شاء الله. بس طبعا يا جماعه الشخص الاولاني بجد الكورس بتاعنا بجد يا جماعه بديل للتكميم، ما شاء الله ما شاء الله، يعني 45 كيلو في 5 شهور. وعايزه اقول لكم احنا معانا حالات كتيره جدا كده،
يعني دي مش اول حاله ولا هتكون اخر حاله معايا. طب انا عايزه اقول لك يا شيف ساره، اللي بيعمل عمليه بيحتاج سنه عشان يوصل للوزن ده، حتى وأكتر هو عامل والله عمليه واكتر والله، وده ما شاء الله، ما شاء الله 5 شهور، 45 كيلو في 5 شهور ما شاء الله. الحاله دي خسر 20 كيلو في شهرين. عايزه اقول لكم ان الزياده عنده ما كانتش قويه قوي، بس ما شاء الله يعني عمل، الله اكبر يعني، ربنا يا رب يحفظه. حلو قوي الكلام ده، جميل. عايزه اقول لكم طبعا انتوا شايفين بعينيكم الرجاله معانا بقت اكتر كمان من الستات ما شاء الله. يلا بينا على الحاله. شفتوا قلت لكم الرجاله بقت اكتر من الستات. عايزه اقول لكم ان هو خسر 12 كيلو في شهر، كان 87 بقى 75. كانت الزياده كلها في الكرش والتسدي، ما شاء الله اختفوا. لا شايفه بقى اللي بتكلم فيه انه ابتدى بقى يهتم بنفسه، شايفه ابتدى يعني 12 كيلو برضو بيفرقوا جامد في اهتمام بالنفس وفي النفسيه كمان. من تي شيرت ما شاء الله، بصي بقى الشياكه والاناقه، حلو قوي الكلام ده. معانا حالات تانية ولا خلاص كده يا جماعه؟ مظبوط طبعا عليه. يلا بينا على اخر حاله، خسرت 40 كيلو في 5 شهور، يعني انا ما عنديش كلام اقوله. دراعات وتنايات الظهر اللي بنقول عليها اهي، دي بقت قمر بجد، مفيش يعني اي حاجه في الصوره. دي عملت عمليه نحت تقريبا. فعلا ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه. الموضوع كله محتاج ان انت بس تعملي ايه؟ كل اللي هتعمليه تصلح ارقام موجوده على الشاشه، لسه عادي راسك، وكمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف هيجي لك الكورس لحد باب البيت، المتابعه مجانيه والشحن مجاني. طب انا دلوقتي جبت الكبسوله، هسمي بالله كده واخد اول كبسوله، وانا عندي يقين اني هنزل في الوزن زي كل الحالات اللي انتوا شفتوها دي. عايزه اقول لكم ان كل الحالات دي ما شاء الله جديده، ومفيش حاجه اسمها ان انا عندي مناسبه فانا لازم اخس بسرعه جدا. هتخسي؟ لا مش هلحق اخس. لا هتلحقي، انت دلوقتي اتصلي بس وهاتي الكورس. زي ما قلت لك هيجي لك المتابعه مجانيه والشحن مجاني، هيجي لك الكورس لحد باب بيتك، هتاخدي الكورس من هنا وانت عندك يقين انك هتنزلي في الوزن، وهتنزلي في الوزن. كل اللي قلته لك واقوله لك تاني، قللي سكريات، خليها في الويك اند فقط، وهتلاقي نفسك بتنزلي بسرعه الصاروخ. يا صح، ونشويات كمان، عشان الناس فاكره النشويات، ما النشويات بتتحول لسكريات برضو. فاحنا لو قللنا النشويات والسكريات، لان في ناس معظمهم ما يعرفوش ان عندهم مقاومه انسولين، طول ما انت لسه بتاكلي النشويات وزنك هيثبت لو عملتي ايه. صح، فده بيخليني يعني اتحكم ان انا اقدر اكل كميه قليله، بس ابدل بقى. صح، ابدل النشويات والسكريات باكل صحي، هيديني نشاط وهيديني باور، وفي نفس الوقت يعني مش هحس ان انا تعبانه، يعلي لي سكر الدم قوي يرجع ينزله تاني فاحس بخمول. لا، احنا لازم ناكل اكل صحي، بروتين، سلطه، خضار، نكتر من الحاجات دي، ونحاول نقلل دايما من النشويات. وعايزه اقول لكم ان مش معنى ان الكورس بتاعنا دايما فيه عروض ودايما فيه خصومات وان الكورس بتاعنا امن، فاذا الكورس بتاعنا عالي جدا في السعر. لا على فكره خالص، الكورس دايما في متناول الجميع، واهم حاجه ان الكورس ده مصرح من وزاره الصحه. اهم حاجه يا جماعه، مش اي حاجه عليها عروض نجري نشتريها، لا نعرف اصلها ايه، فصلها ايه. انا دلوقتي لما اخد دي حاجه نازله في بطني تاثيرها عليا ايه، ايجابي ولا سلبي؟ الحمد لله الكورس بتاعنا مصرح منه وزاره الصحه، تصريح معاكم اهو على الشاشه، ده يقول لك اشتري الكورس وانت مغمضه كده واطمني، الكورس ان شاء الله هيوصلك النتيجه اللي انت عايزاها وانت قاعده مكانك. طيب انا دلوقتي صراحه لما اخد الكورس ده هخس؟ هتخس، بس زي ما قلت لك لو انت مثلا كده كده لما تاخدي الكورس هتخس، وبقول لكم وهفضل اقول لكم كده كده بمجرد ما تاخدي الكبسوله هتخس، بس لما انت بقى تشغلي دماغك صح هتخسي اكتر واكتر. يا جماعه في ناس بتنزل في الشهر 20 كيلو، وانا دول شفتهم بنفسي. عملت ايه؟ بتقولي مشيت 3 ايام في الاسبوع، يعني يوم او يوم، لا نص ساعه في اليوم. بتقولي مشيت نص ساعه، انا بقول فعلا في حركه بركه، بس إيه؟ للناس اللي مش قادره تتحرك احنا بنقول دي بديل، بس يا سلام بقى لو خدت حاجه بتحرق لي وانا كمان اتمشيت، فانا كده بعمل الضعف على طول. ما هي بتقول احنا يعني الناس كلها بتنزل مثلا 12 كيلو 10 كيلو، لا ده في ناس بتنزل 20. انت ازاي بتقولي كده؟ والله يا جماعه حالات معانا ليه بتقولي انا 3 ايام في الاسبوع خليتهم 3 ايام اللي انا بنزل اشتري طلبات البيت. ما انا بقول مشيت نص ساعه. في ناس ملتزمه وفي ناس لا، زي اللي بيروح لدكتور ويتابع ويجي يفضل طول اليوم يعك، ويجي بقى قبل ما يروح للدكتور بيوم قال يعني بقى ايه ما ياكلش حاجه فهو كده ايه تمام. لا احنا برضو احنا رايحين وعايزين نمشي على نظام ونمشي، برضو بتمشوا على نظام وبرضو بتدفعوا فلوس وبرضو بتقعدوا تستنوا، وفي الاخر لازم ننزل في الوزن. ما مش معايا انا هو الحل السحري فعلا، بس انا محتاجه برضو هو بيديني زقه كده. الزقه دي احنا بناخدها بالكورس، واحنا بقى الباقي علينا الاراده بتاعتي انا بعمل ايه. انا اقدر انزل 10 ممكن انزل 20، طبعا بتختلف من حد للتاني. وزي ما قلت لكم كده كده هتخسوا بمجرد ما تاخدوا الكورس هتخسوا، بس انت بايدك انك تخسي 5 كيلو او 10 او 20. يعني ايه؟ هاخد الكبسوله بتاعتي، انا النهارده عامله فطار ايه، خدي عادي نص رغيف بلدي، شوفي انت عامله ايه. عايزه اقول لكم ان انا فطرانه رقاق بلبن،
عادي مفيش مشكله. بس انا عملت رقاق بلبن، انا حطيت معلقه عسل نحل بلاش سكر او كيس سكر دايت سيان اي نوع. جيت عند الغدا انا عامله هما كورونا مبكبكه وعامله 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 في بتنجان مقلي، طب ما اخد السلطه وعاملاها ومحبشاها وطعمها يعني ما شاء الله. اخد معلقتين من المكرونه، 3 4 5 وحدات من السجق، معلقتين 3 سلطه، واتحداكي انك هتنزلي في الوزن. اهم حاجه بقى ان الكرسي كده كده بيخليكي شبعانه، ما تتحديش نفسك شويه وجعانه، واحده فاكهه كده واحده فاكهه كده، بلاش سكريات بلاش عصاير بلاش مياه غازيه بلاش مواد حافظه، اللي انت عارفه ان الحاجات دي بتضر ما بتنفعش. لا خدي مكانها تفاحيه خوخايه، الخوخ موجود والبرقوق موجود، احنا خلاص دلوقتي ده سيزون الفاكهه الحلوه الفاكهه المسكره. ما بنمنعكيش من اي حاجه، بنقول لك ما تاكليش حاجه معينه، احنا بنقول لك ما تاكليش اللي يضرك ما تاكليش اللي يأذيكي، احنا عايزينك تاكلي اللي يحليكي، تاكلي اللي يديكي صحه. ده اللي احنا بنقول لك عليه، ان انت بمجرد ما تاخدي الكبسوله هتغيري كل حاجه وانت زي ما انت. الموضوع بسيط. يلا بينا ناخد الريفيوهات معانا. اول ريفيو بيقول انا بقالي 3 اسابيع كنت 102 بقيت 91 ما شاء الله، بس المقاسات فرقت معايا قوي قوي، حتى لما البس عبايه بتاعت اختي جت عليا واسعه فرحانه قوي. بتتكلمي من 102 ل 91 يعني خسيت 11 كيلو في 3 اسابيع ما شاء الله بجد يعني. حلو جدا، يكمليش الشهر كمان. يلا بينا على الريفيو التاني. صباح الفل والياسمين عليكي يا دكتوره ندى، انا وزنت النهارده وبقيت 95، كان وزني 115، انا كده خسيت 20 كيلو في شهرين واسبوع. ما شاء الله ما شاء الله، وحاسبها بالاسبوع كمان. حلو جدا، شهرين واسبوع بجد يعني. شكرا على مجهودك معايا، ربنا يكرمك يا رب. وده اللي بقوله لكم، في 20 كيلو بيتخسوا في 20 واسبوع وفي بيتخسوا في شهر، انت وارادتك وانت وشطارتك. يلا بينا على الريفيو التالت، انا كنت 140 وزنت بقيت 110، بتتكلموا في 30 كيلو، اكون خلاها بني ادمه ثانيه طبعا بجد يعني. طب ايه رايك بقى دلوقتي للناس اللي لسه يعني معديه كده في الصاله ولقيت صوره بتتكلم عامله بطبقه وبتنجان وعيش مقلي بتقول لك كورس وبتاع، ايه ده؟ عايزاكي بقى تقولي لهم ان احنا دلوقتي مثلا لو 5 من 10 كيلو نخس قد ايه وعرضنا ايه؟ لو اكتر عرضنا يعني قولي لي بقى كده تاني. انا لسه دلوقتي فاتحه الشاشه اهو وعايزه اعرف الدنيا فيها ايه، طمنيني كده وفرحي قلبي. اطمنك طبعا، احنا الكورس بتاعنا قلنا مصرح من وزاره الصحه، الناس اللي عايزه تنزل، البنات اللي عندها مناسبات، عند زي ما قلنا في ناس عندها مناسبات او انا عايزه انزل في من اسبوع عايزه انزل 4 5 كيلو، في الشهر لو عايزه انزل من 10 15 كيلو هيتناسبني العلبه دي، دي عاملين عليها تخفيض 30% ويوصلني معاها فيتامين دي هديه. دي للناس اللي عايزه تنزل من 10 ل 15 كيلو، بس طبعا بيختلف من حد للتاني. الناس بقى اللي عايزه تنزل من 20 ل 25 كيلو عندها دهون موضعيه، الكرش، الارداف، يعني كل الدهون اللي بتضايقنا في كل اماكن في الجسم حتى الدبل تشين، بناخد كورس لشهرين بيوصلني العلبتين دول. بناخد يوم الوان سليم ويوم وان فيت، دي بتكفيني شهرين، بتنزلني من 20 ل 25 كيلو، عليها تخفيض 40% وبيوصلني معاها فيتامين دي هديه. كورس الثلاث شهور بقى باخد الثلاث علب دول. اللي هو لو عايزين ننزل من 30 ل 35 كيلو بناخد الوان سليم، العلبه البيضة دي، دي في اول يوم بناخد العلبه البيضة، تاني يوم بناخد من العلبه الحمراء لمده شهرين. بنكمل بقى ازاي؟ اخر شهر بنكمل الشهر كامل الوان بيرفكت، العلبه الخضراء اللي هي بتاع التثبيت، ده عليه تخفيض 50% ويوصلني معاه فيتامين دي وكريم شهاده ترهلات هديه. تمام. الكورس المكثف بقى اللي بينزلني من اول شهر اكيد على الميزان 15 كيلو، يعني مش لو بنقول مثلا من 10 15، لا من اول شهر هننزل اقل حاجه 15 كيلو، ده عليه تخفيض 60%. باخد الاربع منتجات دول، اول شهر بناخد العلبتين دول، بناخد الوان سليم، العلبه البيضه دي بناخدها قبل الفطار بنص ساعه، وبنيجي بقى قبل الغداء بناخد الوان الفت، العلبه الحمراء دي قبل الغداء. تمام. ده اول شهر، تاني شهر بنرجع ناخد العلبه الحمراء تاني لمده شهر، تالت شهر بقى بنثبت بالوان بيرفكت العلبه الخضراء دي، ده طبعا عاملين عليه تخفيض 60%، بيوصلني الاربع منتجات دول وكمان معاهم فيتامين دي وكريم شده ترهلات، ده هديه اللي بندهنه يوم بعد يوم طبعا عشان الجلد وكده لما بننزل وزن كبير جدا.
طبعا التواصل هو معانا ارقام الزهره معانا على الشاشه، سواء اتصال عادي او واتساب او عن طريق صفحاتنا على الفيسبوك وان دايت ودايت لايف، صفحه مطبخ البلد، صفحه وان سليم. كل الارقام دي تقدروا يا جماعه تلحقوا وتاخدوا معانا العروض، وخصوصا احسن عرض معانا هو عرض المكثف. طبعا المتابعه بتبقى معانا مجانيه واسبوعيه من فريق طبي بيوصلني يعني لحد ما اوصل المقاول انا كده تمام، بيفضلوا معايا متابعه مجانيه، مش بروح لاي مكان، مش بتابع في اي مكان. كمان الشحن والتوصيل معانا مجانا لكل المحافظات، بيوصلني اي كورس، عايزه الشهر، عايزه الشهرين، عايزه تنزلي 10 كيلو، عايزه تنزلي 20 30 35 كيلو، معانا كل العروض اللي بتناسب كل الاوزان تقدروا تاخدوها بالعروض والهدايا والتخفيضات، وهو اصلا مصرح من وزاره الصحه المصريه. حلو قوي الكلام ده، واهم حاجه في الموضوع ده كله ان الكورس بتاعنا مصرح من وزاره الصحه. بشكرك من كل قلبي يا استاذه مها، حبيبه قلبي، شكرا ان انتوا يا جماعه بتقولوا لي ان انا دلوقتي خارجه من العيد وهقدر اخس واوصل للوزن اللي انا عايزاه. شكرا على المعلومات الجميله دي. حبيبتي انا اللي بشكرك. شرفتونا ونورتونا بجد يا جماعه، يا رب حلقه النهارده تكون عجبتكم، وانتظروا مننا ان شاء الله موسم قوي جدا. احنا كده خلاص في موسم جديد، وانتظروا مننا عيد ميلاد البرنامج، احنا كده بقالنا سنه مع بعض، خلاص قفلنا السنه، ويا رب اعمل لكم موسم جديد وصفات اقوى واقوى. وكنتم مع مطبخ البلد، مع السلامه.